مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من الصحافة اليوم، وجولة صحفية جديدة نتناول فيها بالقراءة والتحليل أهم العناوين والأخبار الصادرة اليوم في العدد الجديد لجريدة اليوم السابع بصحبة الأستاذ محمد إبراهيم الصحفي بالجريدة. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. هي موضوعات متنوعة وتحديدا الشأن البرلماني بيطغى على هذا العدد من عدة مواضيع. خلينا نبدأ على طول من الصفحة الخامسة ونطالع هذا المنشط. مجلس النواب يحاصر هشام جنينة، سليمان وهدان سيكون هناك موقف حاسم تجاه رئيس المركزي للمحاسبات. أستاذ محمد، من خلال هذا العنوان يعني ما هي طبيعة هذا الموقف الحاسم الذي ينوي المجلس اتخاذه تجاه المستشار هشام جنينة؟ في البداية خلينا بس نفكر الناس ايه القصه وايه الموضوع وايه اتفجر ازاي. في البدايه كانت زميله استاذه رانيا عامر في اليوم السابع قدرت انها تاخد تصريح من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حوالين حجم الفساد اللي موجود في مصر. فالراجل رئيس المستشار هشام جنينه اتكلم بان حجم الفساد يصل ل 600 مليار جنيه. فهنا دلوقتي بنتكلم على الرقم ضخم جدا، دي ميزانية دولة أكيد. فزملتنا مشرت الموضوع فأثار جدل واسع جدا في مصر وخارج مصر، إزاي حجم الفساد منتشر بالطريقة يعني أن يصل ل 600 مليار جنيه. بدأت فرئيس الجمهورية من خلال كمان مطالبات الرأي العام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في حوالين التصريحات دي، وهل ان فعلا حجم يعني بحيث انه يحصروا حجم الفساد زي ما هو مستشار هشام جنينه كان بيقول بناء على دراسات هو كان عاملها من 2012 ل 2015. اللجنه كانت اجتمعت وكان هو المستشار هشام جنينه عضو فيها ورئيس الرقابه الاداريه واعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه كمان بالاضافه لوزير الداخليه. بعد اللجنه ما تمت وانتهت اعمالها اصدرت بيان يعني حاسم بان كل التصريحات اللي قالها المستشار هشام جنينه ما هي الا يعني هي غير صحيحه وان هي مش مظبوطه تماما، وان هو المستشار هشام جنينه حط بنود وحط ارقام في غير موضعها، بمعنى ان مثلا عدم ان مثلا في مشروع كان هيتم وما تمش فحطوا ضمن الملفات ضمن الارقام ان في مشروع كان هيتم وما تمش، تمام، ممكن عشان عقد مثلا في مشكله في العقد في ما بين المستثمر وبين الدوله فبالتالي ما اكملش ما تمش استكمال هذا المشروع فهو حطه ضمن ملفات الفساد. وبعدين هنا تقييم 600 مليار جنيه، على اي اساس اقيم 600 مليار؟ فهنا مجلس الشعب ورئيس الجمهوريه ارسل ادى امر تكليف بارساله لمجلس الشعب، ومجلس الشعب بدا ياخد خطوات يعني النائب مصطفى بكري بدا يعمل حمله توقيعات، دلوقتي وصلت تقريبا حوالي 60 عضو وقعوا ب تحويل مستشار هشام جنينه للجنايات حوالين التصريحات خاصه بعد لجنه تقصي الحقائق، و 25 من النواب طلبوا ب مراجعة الموضوع تاني بحيث ما يبقاش فيه يعني ظلم بالنسبة للراجل إذا كان هذا الكلام مظبوط. وأعتقد إن هنا التصريحات التصريحات خاصة من المسؤولين في المناصب الحساسة لابد أن تكون دقيقة عشان الرأي العام. الرأي العام من حقه إن هو يعرف كل حاجة، ولكن التصريحات المضبوطة الدقيقة ده شيء مهم جدا، خاصة ان احنا دلوقتي بعد ثورتين فلابد ان يكون حتى حضرتك في البيان يعني لو البيان اللي اصدرته اللجنة تقصي الحقائق قالت ان المعرفة من حق الشعب وان لابد ان هم يعرف كل المعلومات. اكيد. يعني هل هناك ميعاد محدد للاستجواب للمستشار هشام جنينه؟ اعتقد ان الفتره خلال الايام القادمه هيتم استدعاء المستشار هشام جنينه لسؤاله حوالين تصريحه وحوالين ما انتهت اليه اعمال لجنه تقصي الحقائق اللي هي الرئيس فتحي السيسي كلف بتشكيلها وكان رئيس الجهاز نفسه عضو فيها. إذن ما زلنا نتابع مع اليوم السابع هذه الأخبار وما زلنا أيضا في أجواء البرلمان، ولكن هذه المرة موقف مجلس النواب من قانون الخدمة المدنية. ففي الصفحة السادسة نقرأ هذا العنوان:
الخدمة المدنية يشعل المواجهة بين الحكومة والنواب، مشادات بين وزير التخطيط والنواب، والعربي يعتبر بعض عبارة كلام مرسل. أستاذ محمد، يعني ما هي أبرز تحفظات أو اعتراضات النواب على قانون الخدمة المدنية الجديد؟ هو دلوقتي قانون الخدمة المدنية تم طرحه الأشهر الماضية، وكان في رفض مجتمعي حوالين القانون، لأن هو بيتكلموا فيه أنه هو في تمييز، وأن في مثلا على سبيل المثال العلاوات مكافآت القطاع الخاص 7% والقطاع الحكومي 5%، ده من أبرز الحاجات، بالإضافة لمسألة التعيينات. في كذا نقطة قالوا الأعضاء لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب، قالوا أنه هو القانون هيتم رفضه تماما. وكانت المفاجأة ان الجلسة بتاعت النهاردة دي كانت ودية، يعني رئيس اللجنة بيتكلم ان هي الجلسة كانت ودية، ولكن بكرة المفترض النهاردة هيتم الاجتماع حوالين المشروع بحيث يتم رفضه، او هما بيتكلموا في عملية طرحه للحوار المجتمع المدني بحيث ان الناس تبدي رأي فيه وتقول هل احنا موافقين على هذا القانون او ما جاء به من تعديلات بعد نظرهم في مجلس الشعب. وخاصة ان هو بيتكلموا اعضاء مجلس الشعب ان ليه الحكومة مستعجلة على هذا القانون اللي اثار جدل واسع جدا في القطاعين، القطاع الحكومي والقطاع الخاص. فقانون بالشكل ده وحصلت فيه كمان مظاهرات، يعني صحيح. تمام. فاعتقد ان كمان فالوزير وزير التخطيط اشرف العربي، لان هو كان من مدافعين على هذا القانون، فكان النهارده يعني في زي اشتباكات كلاميه ما بين وزير التخطيط اشرف العربي والنواب اعضاء لجنه القوى العامله في مجلس الشعب. طيب، يعني هل هناك من جانب النواب اقتراحات بتعديلات معينه ومن خلالها يتم الموافقه على القانون، ام هم يتجهون للالغاء مطلقا؟ هو بناء على ايه هو بيلغي؟ بناء على المشروع القانون، بيبدا هنا يدرسه ويشوف هل المشروع القانون ده مناسب للخدمه المدنيه ولا لا. فهم شافوا ان هو غير مناسب تماما، وبالتالي كمان ان هو حصل حاله غضب في القطاع الحكومي والخاص، وبالتالي لابد ان يتم تعديلات على بعض المواد اللي ممكن اثارت الجدل وحصل ما بينها مشاكل، بحيث ان هو يطرح قانون جديد كمان هيطرحوه على المجتمع المدني، بحيث ان هو هل القوانين دي هتبقى مناسبه وهتقضي على الفساد في الجهاز الاداري، ام يعني هتزيده. واحنا طبعا بنعاني من سنين ماضية في حوالين الفساد في الجهاز الإداري. إلى أن يتم ذلك، هل سيتم تعطيل القانون والعودة مرة أخرى إلى القانون 47؟ لا، أعتقد أنه هيتم تعطيله بكرة، أعتقد أنه هيصدر قرار برفضه تماما. مرة أخرى إلى الصفحة 5 ونطالع هذا العنوان: لأول مرة رئيس البرلمان يحضر اجتماع الدفاع الوطني، السيسي يترأس الاجتماع والمجلس يناقش جهود مكافحة الإرهاب ويقرر مد مشاركة القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود ويستعرض الأوضاع في سيناء. أستاذ محمد، من خلال هذا الملف يعني أطلعنا على المزيد من التفاصيل والمقصود بمهمة قتالية خارج الحدود. المفترض ان بحكم الدستور ان يكون ضمن عضوية الدفاع الوطني يكون رئيس البرلمان واثنين من اعضاء مجلس النواب، الخطة والموازنة والدفاع. النهاردة حضر رئيس مجلس الشعب الاجتماع، المفترض ان هو بيتم انعقاده خلال كل 3 شهور، وفي حالة ويتم انعقاده في حالة الضرورة طبعا إذا طرأ أي شيء، وحالة الحروب بيبقى منعقد بصفة دورية ومستمرة. ناقشوا ما موجود على الوضع الحالي السياسي الخارجي والداخلي، ومهمات القوات المسلحة وكيفية
النتائج اللي وصلت إليها في محاربة الجرائم والبؤر الإرهابية سواء في سيناء أو في المناطق اللي هي النشطة فيها ممكن تكون الجماعات الإرهابية. بالإضافة إن هم ناقشوا حوالين رجال القوات المسلحة اللي هم بيبقوا في مهمات قتالية خارج الحدود مثل المشاركة في رابطة الحزم وفي اليمن وتأمين الحدود على باب المندب. فأصدر قرار بتمديد العمل للأبطال وجنود القوات المسلحة خارج البلاد لمدة عام إضافي. تمام. إلى الصفحة 8 وما زلنا أيضا مع البرلمان ونقرأ هذا العنوان: هل يحل البرلمان لغز الصناديق الخاصة؟ محمد فؤاد ضمها للموازنة مصيبة سودة تدعم المركزية، وكمال أحمد إعادة مخصصاتها للدولة يحسن الموقف الاقتصادي ويخفض الدين العام. أستاذ محمد، يعني في البداية نريد مزيد من التوضيح حول مصطلح الصناديق الخاصة والمزيد أيضا من التوضيح حول الرأيين المختلفين. الصناديق الخاصة حضرتك هنا دي أنشئ لي لعملية الصيانة في الدولة بالإضافة لعملية دفع بعض الأعمال اللي بتمها المحافظة تبقى لها موازنة من الصناديق الخاصة، ولكن هي ما بتدخلش ميزانية للدولة. فهنا في مشكلة أكتر من حوالي 10,000 صندوق منشئين في الدولة بدون رقيب، يعني بيبقى المسؤول عن الصناديق إما المحافظ أو رؤساء لجان بيبقوا حوالين المؤسسة اللي بيتم عمل صندوق عليها. هنا دلوقتي الفلوس اللي بيتم صرفها لعمليات الصيانة أو عملية الرواتب ما بتبقاش مراقب عليها من الدولة، فبالتالي بتحصل عليها عملية مجازر في إهدار المال العام. وهنا دلوقتي أعضاء مجلس الشعب بيناقشوا عملية فك أو حل زي ما مكتوب في العنوان، حل لغز الصناديق الخاصة، بحيث عملية لا بد أن يبقى فيه رقيب عليها أو ضمها لموازنة الدولة لتحسين المستوى المادي للدولة، أن هي فيها مليارات الجنيهات. يعني حضرتك انت مثلا لما بتروحي تدفعي رسوم للسيارة بيخش في الصناديق الخاصة، الفلوس اللي بيتم شراء الاراضي من هيئه المجتمعات العمرانيه بيخش الصناديق الخاصه، ما بيخشش الموازنه. في امور كتير، في بنود كتير بيتم ادخال الفلوس دي في الصناديق الخاصه. طب والصناديق الخاصه دي بتعمل ايه؟ بتروح فين؟ مين اللي بيصرفها؟ وعلى اي اساس وعلى اي مقترحات بيتم صرفها؟ ما حدش عارف، وفي جدل كبير جدا. واعتقد ان خلال يعني هذا العام هيتم حل الصناديق الخاصة وضمها لموازنة الدولة بحيث انه يبقى فيه رقيب. هنا طبعا في خلاف، هذا الرأي الغالب في البرلمان حتى الآن؟ ايه فضل؟ هذا الرأي هو الغالب في البرلمان؟ لا، هو ده لسه هو الطرح، يعني هو طبعا لسه مجلس النواب يعني منعقد قريب، فهو دي عملية طرح. فهو دلوقتي حضرتك الفترة القادمة كمان هتلاقي الملفات والقوانين اللي هي بقى بيتم دلوقتي مناقشتها، تمام، على اساس ان في الفترات اللي فاتت كلها كان بيصدر قوانين من رئيس الجمهوريه وبعض الوزراء، فدلوقتي مجلس النواب هو المنوط بالتعديلات التشريعيه والقوانين. فاعتقد ان الفتره الجايه هيتم فتح ملفات شائكه هيحصل حواليها مشادات واثاره للجدل. نزلنا مع الملفات المثيرة للجدل، ولكن عودة مرة أخرى للصفحة الأولى ونتابع هذا العنوان: دقت ساعة الضرب في الحكومة، مواجهات ساخنة في لجان البرلمان بعد اعتراض النواب على مشروعات الكسب والإجراءات الجنائية والخدمة المدنية. ما زلنا نتحدث في نفس الشأن، المواجهة بين الحكومة ومجلس النواب. زي ما قلت حضرتك دلوقتي ان الفترة القادمة هيتم مناقشة بعض القوانين، زي ما قلت حضرتك منها الكسب غير مشروع والتأمينات وقانون الخدمة المدنية، لان هنا الحكومة اللي عدت المشاريع، فبالتالي مجلس النواب هنا بيمثل المواطنين، فهيبدأوا هنا يناقشوا القانون تفصيلا ايه اللي بيفيد المواطن وايه اللي بيقضي على الفساد وايه اللي ممكن يضر. فاعتقد ان الفترة اللي جاية هيحصل مشادات
حوار مجتمعي لطرح القوانين دي بحيث ان المجتمع نفسه يبقى موافق على القوانين دي فيتم اعتمادها او تعديل بعضها. لان حضرتك هنا دلوقتي القوانين دي لابد ان يبقى مختصين داخل اللجان بيبدأوا يفرزوا هذه القوانين بحيث ان يبدأوا يظهروها لمجلس النواب على اساس مجلس النواب يبدأ يوافق عليها ويتم اعتمادها ويطبقها مع المواطنين. تمام، تحدثنا عن قانون الخدمة المدنية يعني بنوع من التفصيل، فماذا عن الإجراءات الجنائية ومشروعات الكسب؟ هل هناك اقتراحات محددة أو تعديلات محددة؟ الإجراءات الجنائية بنتكلم على مثلا أبسط مثال على طلب رد القاضي. طلب رد القاضي هنا بيستغلوا بعض المتهمين في عملية يعني تطويل أو مد فترة المحاكمة، ده من ضمن المقترحات، بالإضافة لإنشاء نيابات ومحاكم خاصة ببعض الجرائم بحيث سرعة الفصل فيها وتحقيق العدالة الناجزة. تمام، فده من ضمن التعديلات اللي هي أعتقد أنها يتم الموافقة عليها خاصة بعد أحداث الأخيرة عمليات الإرهاب. صحيح. ومقتل المستشارين، فهم طلبوا، هم نفسهم طلبوا بضرورة تعديل القوانين الإجراءات الجنائية لأنها بيبقى فيها عوار من فترة قديمة. صحيح، يعني في مطلب كبير أنه تقل لفترة المحاكمة بالضبط اللي بيستغلها بعض المتهمين. صحيح. إلى الصفحة الرابعة ونقرأ هذا العنوان: توقيع اتفاقيات ب 33 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الصيني، استثمارات ب 6 مليارات دولار وتمويل مشروعات في النقل والكهرباء والزراعة. طبعا متوقع زيارة الرئيس الصيني قريبا إلى مصر، فنتحدث في البداية عن أهمية هذه الزيارة وتفاصيل هذه المشروعات التي من المفترض التوقيع عليها. الرئيس الصيني هيزور مصر خلال الأيام القادمة. المفترض ان الصين دولة كبيرة وتربطنا بها علاقات جيدة جدا. زيارة الرئيس الصيني لمصر بتدل وتبث رسالة بتوطيد العلاقات ومدى أهمية مصر جغرافيا للدول العظمى والكبرى. الصين كمان بتتميز بأفكارها ومشروعاتها المتطورة في التكنولوجيا خاصة في الإلكترونيات والسيارات وغيرها. فالمشاريع اللي هيتم طرحها وتوقيع بروتوكول واتفاقيات الفترة اللي جاية منها الأعمال السيارات والصرف الصحي والزراعة، في مجال الزراعة ده هيبقى فيه جزء مهم جدا بإمداد الدولة ببعض الأبحاث والأجهزة الجديدة اللي بتحسن وبتسرع سرعة الإنتاج في الزراعة. هيتم توقيع اتفاقيات تاني برضو، اتفاقيات تبقى دفاعية او يعني على بعض الاسلحة والمعدات العسكرية. وزيارة الرئيس الصيني هنا يعني هي رسالة للعالم بمدى اهمية مصر في الفترة القادمة. وبالطبع كانت هناك زيارة للرئيس السيسي هناك طبعا طبعا. وخلي بال حضرتك يعني لو لاحظنا ان خلال الفترة اللي فاتت رئيس الصيني كذا، يعني دلوقتي احنا عندنا رئيس المعزول محمد مرسي زار الرئيس الصيني برضو هناك، وكان نفس المشاريع اللي بيتكلم عليها كانت هي مشاريع الرئيس الأسبق حسني مبارك. وبالتالي زيارة الرئيس الصيني نفسه شخصيا لمصر فده رسالة قوية جدا للدولة، وأكيد هتمثل يعني استكمال لهذا التعاون المصري الصيني وتنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع. إذن بهذا الملف نصل إلى ختام جولتنا اليوم في العدد الجديد لجريدة اليوم السابع. شكرا لضيف هذه الحلقة أستاذ محمد إبراهيم الصحفي بالجريدة. شكرا أستاذ محمد. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة، وغدا أخبار جديدة ولقاء يتجدد.